السلام عليكم سيدي. سمح لي الله يرحم لكم الوالدين الله يجيب لكم الرزق الله ربي يجازيكم. راه ما عديتش بيبريه ما في حاليش راني كاريه بيبريه ب 10000 ريال ما عديها من تيربا ما هو راه ما كنسمعش بودنيه كنفهمها الفم ماشي يقول لي بغيتكم تعاونوا معايا الله يرحم ربي يخلي لكم وليدات ويجازيكم كاملين جامعين يا ربي تبعت لي قفدنا كاملين يا ربي دابا دابا خدناك شتاب مسكينه شتابها باش تقوت وتخلص الكراب 10000 ريال الكراب صافي نقول لي ملي كنت اسمي كنتي خديجه قريتي خديجه ما عارفش داك الشيء جاني في ودني ما كنت نقرا في المدرسه بكري ومني تزوجت ولدت واحد ولدت ومشى راه شاد الدبه ما بقاش كنسمع كنفهم الفم ودني ودني هو قطع تلقى خدجه ما تسمعك دابا اشنو خاصك؟ دابا ما فهمت شنو خاصك؟ سمعت دابا خاصني باش نكمل الفليسات دي فليسات ونزيد عليها يعاونوني باش نزيد ندير لاباري لاباري خرجت طبيب 100000 هذا والله يرحم لكم الوالدين تعاونوا معايا بيبريا راه ما عديتش صافي انت ماشي من اسفي ها انت ماشي من اسفي بنت اسفي كانت في اسفي الله يرحم لي بيبريا امي ماتت لي با ماتوا وانت تكريت في واحد البلاصه راني كاري بوحدي بحال فري كنت شط بالليل هنايا وكنمشي نخلص كري وتقود هذوك عطاني من ناكل وكلوني كل ساعه بدا يمكن ناكل معاك شحال من عام وانت خدامه؟ من تحل السوق دابا شحال دابا وانت خدامه في السوق؟ ملي تحل ملي حلوه كان في البلاصه كنت خدامه في الاخر ليها في طريق الطوموبيلات او جيتها لهاد البلاصه هنايا ملي دخلوا السوق اللي جيت معاهم تعامل معاونين معايا باش قوت باش خلصت كان راه هو هذا الله يرحمكم الوالدين